يقول: هناك من يتكلم في الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، يقول: ما توجيهكم في مثل هذا؟ توجيهنا أن نقول: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها لما بدا إنه لدميم. هؤلاء حسدة لأهل العلم، ابن حجر إمام جليل وعلم من أعلام الإسلام، لا يتنقصه إنسان فيه إيمان أو فيه على الأقل عقل أو ذرة من عقل. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. نعم.